تزوجت بها شي 10 سنين دابا ولا 12 عام. تلاقيت واحد عم ما كنعرفو في كراج علال كان كيدير كنت دير قال لي خاصك تزوج راه كاين واحد بنت خويا وهادي تزوجنا بها. في الاول انا لقيته قالوا لي راه مشيت على اساس راه امراه بنت عزبه وداكشي لقيتها جاله قلنا ما كاين باس وهي ملي جتها ما كتخرج كتهضر معاها كنقول لوالدي راه ما باغاش تبرك كتزيد كتقول لك ماشي سوقك ماشي هادي ماشي هادي ما تبركش في الدار تقدر تزيد تسافر سيمانه ولا داك العروبيه ولا جيتي هضرتي معها تقول لك ماشي سوقك قلتها الوالده واش كيقول لك ماشي شغلك فيها راه بوها كيقول لك الا هضرتي معاه نصيفطك شي واحد من ولادي قلت لك بيناتنا جوج ولاد دابا هاد المشكله ديال الحمل كانت مات ليا شي عامين هادي حامله شويه بانت حيداتو ودابا مع هاد كورونا شهر ثلاثه بدات كورونا شهر ثلاثه هي حملت انا ما جابش الدنيا اخبار شويه مشات العروبيه بركت شي خمس شهور فاش حملات انا ما بيناش عندي انا ما كندير ملي مشات العروبيه وجا ما بقى انا ملي عاد كنهضر معاه ما كتصنش ليا صافي ما بقاش كنهضر انا وياه ما كنعاشرهاش ما كنديرش كنحط لها السير ديالها ما كتضل خارجه ودير ما كنقول حتى يدير لها شي دابا مع هاد كورونا جات كورونا تسدوا السبيطارات تسدوا كل شيء داكشي مشات العروبيه بركت من شهر ثلاثه حتى العيد كبير شهر خمسه ولا جات عاد بركت شي سيمانات وحنا الحوالي هزاتو دات العروبيه وزاد ما لاحظتيش الكرش ما لاحظتي والو لاحظت ولكن مع من غتهضر معها حنا دابا هي والده وكاتبه واللي هضرتي معاه كيقول لك ما كانش يتصنت لك حنا دافعين شكايه دابا ست شهور ما كانش عطانا الجواب ولا عطانا ومعترفه هي قدام باها قدام بقيت ساكت كنقول اش غنقول شي حاجه غتقول لك معاك النهار بغات تولد نعم ملي بغات تولد جيت مع ثلاثه للدار لقيت عند الدراري بوحدهم قلت لهم فيلمكم قال لك راه مشات للسبيطار الدره المصران وشنو وصلت تسعود الليل عيطت خيتها ما جاتش جاو قلبوا عليها هي راه كاتبه السبيطار حنا كنقلبوا كاع السبيطارات قلبنا الكوميسيريات قلبنا الغد جيت انا باش غادي نمشي مشيت للكوميسيريه بان ديكلاري مشيت الساتيام قالوا لي خاصك تمشي فين كتسكن انت ديال درميله ملي مشيت لدرميله قال لي دير الحاله المدنيه وكاغد الزواج باش غديكلاري هزيت الوراق غادي نخرج تلاقى معايا واحد السيد جارنا قال لي جيت تغدى معايا دخلت نتغدى معاه شويه تجات بنتو قال لي راه المراه اللي كتقلب عليها راه جات خرجت هذيك المراه هي وواحد المراه اخرى تما قال لي انت فين مشيتي ما فين مشيتي قالت لي ما انا راني مشيت كنت مشيت للسبيطار وشدني العصاب وعدي السكر وراه بقيت تما داروا لي السيروم وهذه جاي عاملات انا جاك الهضره التربيه راه جايبها ومخبيها في الدار شويه دخلنا للدار جات خاتها جات داك غوتو عليها علاش ما قلتيهاش لينا نمشي معاك السبيطار ما هادي ما ديك قالت لهم لا ما بغايش راه مشيت والتليفون خليته هنا في الدار وهادي باركة كتكذب شويه دخلت عمتها قلت لها ودي عمرتي دخلت الكوزينه لقات الدريه بان لي الهضره تقطعت في الدار عاد هضروا بيناتهم ملي عاد هضروا بيناتهم تبع عمتها هزت واحد الدريه وقالت لها المراه راه مشات ولدت ومخبيه علينا قلت لها راه لو ولدت راسها انا راه ما كنعش معاها ما بيني وبينها والو شوف مع من دايرك الفعله انا غادي نمشي عند البوليس ونديروا التحاليل ونشوفوها بنت من شويه عاد خرجت انايا جيت لقيت عمتها وخاتها وداك الشيء هربوا خافوني اللي نجيب البوليس وديوها معاهم وداك الشيء لقيتها وحدها جات بنتي شافني كنهضر مع العدول قلت لها كاين وكاين قال لي راه غتمشي للحبس وهادي راه ديكلاريتي بها جات قالتها ليها قالت لها راه با غيمشي ديكلاري بك وراه غادي هي تصيفط لي الدريه بدات تكتك عليا قالت لي بابا ما تصيفش مول الحبس ما دير ما تصيفش الدريه للحبس ما ديرش ما تصيفش ماما للحبس صيفطتها وقلت لها بنيتي ما بغيتش راه دابا راه الدريه بنتي وانا هي والده ومجوجه بيا والكاغط مخرجه بالكاغط ديال الزواج ومخرجه على سميتي واش انا الدريه ما والدهاش وغادي ندير نقصت هي قالت لك انا سيدي غادي ندير لك التزام بالله هي هذيك الدريه ماشي بنتك وانا اللي مكلفه بها ما والدهاش معاك قلت لها ديريها معايا ملي كتبتها معايا مشينا عند العدول دارته معايا جابوها قلت لها شنو كاين قال لك سيدي بنتي انا صافي مسامحه لا تابع لا متبوع لا هذه مشينا عند العدول درنا كتبنا الاوراق داك الشيء قيلي زيناهم جات هي هزت الحوايج مشات بحالها مشات درنا واحد اربع ايام ولا خمس ايام باش غادي تمشي نجيو باش نمشيو عند العدول انا ما دفعتش الاوراق العدول درنا غنطلقوا طلاق الشيقه
ملي طلق الشقاق انا مشيت هذيك الساعه دفعت شكايه للوكيل المالي، انا جوجيه. دفعتي الشكايه؟ نعم. دفعت شكايه للوكيل المالي، دابا جابوني في الكوميسيريه ودابا خاصهم باش يصيفطوها ويحضروها. نعم. ويتصنتوا ليها باقي ما بغيت نطالب حقي، وهذا اللي انا نضل ضايع عندي نلقط في لقمه العيش، وهي ضل ضايعه في السد وتدخل عباد الله للدار، خاصني نعرف الحقيقه ديال هادشي. وهذيك الدريه اللي ولدت حتى هي وقتها دارت معايا الورقه، انا ملي مشي بنتي خاصها تعرف بالدبر باش ما تضيعش هي في قرايتها. راه حرام علينا كاع هادشي نستروه، شحال من واحد كيقول لي خاصك تسكت وخاصك تستراد، وهذيك الدريه خاصها تعرف والديها مع من وتتحمل المسؤوليه ديالها وتقلب على بوها تعترف به. ما مقيوش في الشرف ديالي، لان ما مقيوش المرا اللي تضل تخليك حتى تخرج وهي مدخله واحد وعندي شي مواكل في الدار، وداك الشيء ملي كنبغي نخدم بغاني تفرقع وكتشفر لي السلعه تشفر لي الخدامه، لا جيت شي واحد ما تخليش يخدم لي. عاد انا اضطريت دابا راه شي دايره فراشه في الزنقه ما تنيش نقدر نخدم، كان عندي معمل فرد كتولي بالخونة وداك الشيء. والديا كيشجعوا على هذا الشيء، ملي كنقول للوالديا كنقول لها هضرتي مع بنتي صيفط لك الصغير في ولادي، قلت لك واحد خوها مدى الصرا دير تقول لك نعيط لك على خويا احمد مضرور ماشي عام مضرور صابر ما تليش شحال تاع الحوايج ما تليش نقدر هذا. تسافر سيمانه 15 يوم تدخل طال 10 ليال 11 ليله قلت لها فين مشيتي ويلك ما خاصك تسول على سودا تقول لك جيعانه هذه دايره وتخرج الزنقه وبدا تغوت ولا ولادو كيطالبين بيردوا نردهم لقريهم وندير ولادنا ما هي مره فاسد بالعيدن ديال خوتها وبالعيدن ديال امها وبالعيدن ديال ذاك ونقولها قدام اي واحد انت كيشجعوا على الفساد. وانا عارف هذا الفساد وداك شوف صابر ما لقيش، ودابا ملي بان هذا الحق وبان الناس كاع شافوا، وهي كتقول شحال من واحد كتقول لي راه كاع تدربوا الناس في عندنا في البلاد العائله وداك الشيء العيالات كلهم كتقول لي هذا السيد راه ما كنعيش معاه عامين ولا ثلاثه سنين، وكل جاي كاينين شهود حتى 100 واحد ولا 200 واحد بالله وكيعترفوا العيالات بالله. شحال من وحده جات عندي قالت لي نشهد لك، قلت لك ملي كانت معايا العيالات كتقول لي راه ما كاينعش معايا ما كاين